ترأست صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء بالرباط حفل العشاء الدبلوماسي الخيري السنوي المنظم من قبل سفارة أستراليا والمؤسسة الدبلوماسية. ولدى وصول سموها استعرضت تشكيلة من القوات المساعدة أدت التحية قبل أن يتقدم للسلام على سموها وزراء ومسؤولون مغاربة، إضافة إلى سفيرة أستراليا بالمغرب السيدة بيرنيس أوين جونز وكذا أعضاء اللجنة المنظمة. بعد ذلك أخذت صورة تذكارية لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء مع الفنانين المشاركين وأعضاء اللجنة المنظمة. وتضمن حفل العشاء هذا برنامجاً فنياً متميزاً وعروضاً موسيقية متنوعة. وأضحى هذا الحفل الذي ينظم تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس والذي يجمع القائمين بالأعمال الخيرية حول السلك الدبلوماسي الأجنبي المعتمد لدى صاحب الجلالة، أضحى تقليداً سنوياً ينظم بمبادرة من المؤسسة الدبلوماسية والسفارات الأجنبية المعتمدة بالرباط لفائدة الساكنة المعوزة بمشاركة دبلوماسيين ورجال أعمال وفنانين. وبهذه المناسبة تم تسليم درع المؤسسة الدبلوماسية لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء. ويهدف حفل العشاء الدبلوماسي الخيري إلى جمع الأموال للمساهمة في جهود العمل الاجتماعي في المغرب من خلال تمويل العديد من المشاريع التعاونية لا سيما في مجالات الصحة والتعليم وتكوين الفتيات.